نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا على محمود حسن رمضان المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار في محافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب المتورط فيها عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي. جاء ذلك تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ. معايا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ بدر حسونة، والد الطفل الشهيد محمد بدر حسونة. أهلا بك أستاذ بدر، وتعقيبك على تنفيذ حكم الإعدام إذن. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أولا بنقدم التعازي لأسر المتوفين النهاردة في حادث الأتوبيسين، وفندم الحمد لله طبعا ربنا سبحانه وتعالى من علينا وأكرمنا بتنفيذ حكم الإعدام في الجاني ده. يعتبر سعادتك أول متهم من أول ثورات يناير 2011 يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. تمام، وكنا نأمل طبعا من الله سبحانه وتعالى أن يبقى فيه برضو كل اللي في السجون اللي واخدين أحكام الإعدام يتنفذ فيهم حتى يهدأ يعني أهل الشهداء. صحيح، حتى يهدأوا أهل الشهداء. تمام، فالحمد لله طبعا يعني بنشر برضو حضرتك حضرت لكم المحترم سيد معالي النائب العام برضو بيقولوا السادة القضاء برضو بسرعة التنفيذ الأحكام عشان برضو أهل الشهداء دول يعني برضو يهدأ لهم بالهم. بنتمنى أن صوتك يوصل أستاذ بدر. حضرتك حضرت تنفيذ الحكم النهاردة؟ لا يا فندم للأسف والله، إحنا كنا تقدمنا بعدة طلبات، وكنت طلبت بكده رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد مدير مصلحة السجون، وللأسف كله اعتذر. طيب حضرتك تابعت ازاي كل مراحل التقاضي مع المتهم الذي يعني تم اعدامه فعلا محمود حسن رمضان؟ كنت بتابع القضيه ازاي؟ ايوه يا فندم كنت بتابعها طبعا 20 شهر وثلاث ايام النهارده، طبعا متابعها بالساعه وبالدقيقه. بالساعه والدقيقه طبعا، منتظرين في كل جلسه ان يقولوا خلاص هو كده التنفيذ. هي طلعت من الجنايات راحت المفتي، وبعدين رجعت رد المفتي، وبعد كده طلعت من الجنايات على النقض في القاهرة، وبعد كده النقض رد علينا، وبعد كده تصديق السيد معالي رئيس الجمهورية، والحمد لله وربنا كرمنا النهاردة إن شاء الله. هو لله. في الحالة دي بالذات كان يعني من الأول من البداية خالص كان واضح ارتباط محمود حسن رمضان بتنظيم الإخوان، يعني ما كانش فيه أي شبهة شك في الموضوع من بدايته. أيوة فندم، هو من فرع الجهادية السلفية. تمام، ده يعتبر هو الجناح العسكري بتاع الإخوان، واضح لحضرتك. هو بمشاركه شخص تاني هم اللي قاموا بتنفيذ قضيه القتل على ابني الله يرحمه محمد. واحد شاب من على الخزان من فوق نزله على السطح، طعنه محمود حسن رمضان اللي كانت معاه المطوه في حوزته المطوه، طعنوا عده طعنات في صدره، منهم واحده هي اللي سببت الوفاه. وبعد كده هم الاثنين مسكوه شالوه رموه من السابع لغايه المنور تحت. السابع مباني قديمه بيعادل تقريبا العاشر في المباني الجديدة، يعني طبعا تفاصيل مروعة تفاصيل مروعة، ومصر كلها كانت بتتابعها والعالم كان بيتابع. أنا كان أمنيتي بقى فندم، أنا آسف طبعا ما أقطع كلام حضرتك إلا بالخير، كان أمنيتي طبعا أن أنا أحضر تنفيذ حكم الإعدام، لأن الناس كلها على مرأى وبسمع العالم كله أن هم شافوا الحادث بتاع ابني وهو بيتقتل وهو بيرقى من فوق وهو بيطعن. فكان أمنيتي أن أنا أحضر أشوف البني آدم ده وهو برضو يعني بيتحط حبل الإعدام على تمام على ولكن يعني عزقنا أنه تنفذ والقانون أخذ مجراه والعدالة أخذت مجراها، ونتمنى أن يكون ده طبعا يبرد نار أهل الشهيد الطفل محمد بدر حسونة. الحمد لله. نشكرك الحمد شكرا جزيلا أستاذ بدر حسونة والد الطفل الشهيد، كان معنا عبر الهاتف.